لرفاقنا ورفيقاتنا في النقابات التعليمية التي أبت إلا أن تواكب معنا هذه سلسلة الاعتصامات، والاعتصام اللي غادي يكون إن شاء الله نهار 23 أمام مديرية الإقليمية و25 خصنا ندبروا شي سفرية كيفاش نكونوا في مراكش باش نكونوا في كتافة باش نكون رمزية تمثيلية الإقليم ديال أسفي بقوة حاضر في الوقت الحالي. تحية جمعوية، تحية نضالية، تحية إدارية للسيدات المديرات في عرسهم الأممي تزامنا مع هذا النضال الذي تقوده الإدارة التربوية لما لحقها من عيش. وأنا مقبلة على التقاعد هذه السنة. أحيي في المرأة صمودها، أحيي فيها عزمها على النضال لأنها شقيقة الرجال في هذه الأشياء. أتمنى لهن للصغيرات واللي هم باقي المسيرة قدامهم طويلة إن شاء الله أن يمشين على ضرب النضال، لأن الأشياء لا تؤخذ ولا تسلم هكذا، وإنما بالنضال بتضحيات الجسام ليعرفنا أن هذا، أنا كنخاطب النساء أولا، ليعرفنا أن هذا الميدان ليس ميدانا سهلا. الجمعوية التي تربطها شراكات مع التضامن الجامعي المغربي من قبيل الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الثانوي، والجمعية الوطنية لحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وبدعمهم من النقابات التعليمية، يطالبون الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي ذي الصفة الوطنية، والوفاء بوعودها والتزاماتها، والإسراع بإخراج المرسومين المتوافق حولهما إنصافا لأطر الإدارة التربوية. والمرسلين الأستاذ بودع عبد الهادي مدير إداري لمدينة أسفي، الوقفة الاحتجاجية ولا البرنامج النضالي التي تسطره يعني الجمعية الثلاثة في المغرب وعلى المستوى الجهوي والمستوى الإقليمي، الهدف الأساسي هو مطالبة الحكومة والوزارة بالالتزام بالعهود التي قطعتها على أنفسها والتي صرح بها الوزير التربية والتعليم مرارا وتكرارا أمام البرلمان وأمام وسائل الإعلام بأن هذا الملف تم حسمه وتم يعني تحقيقه، في حين أننا نتفاجأ أنه كيف يفتح معارك أخرى على أساس أن هذا المرسوم وهذا الإطار يعني كان يعني يكفي شره يعني تحقيق هذا المطلب ويجنب الأسرة التعليمية والمشهد التربوي يجنبوا هذه النضالات. اليوم نحضر هنا والآن أمام المديرية الإقليمية ديال أسفي تنفيذا للبرنامج النضالي اللي استطرته الجمعية الثلاث، الجمعية الوطنية للمديرات ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، الجمعية المغربية للمديرية الثانوية والثانويات، والجمعية الوطنية للحراس العامون. قدرنا هو أن نكون بجانب الشغيلة التعليمية بكل فئات ديالها في وقفاتها الاحتجاجية، احتجاجا على هروب السيد الوزير من التفاوض وفضي إلى نتائج. أطر الإدارة التربوية عانت الأمرين وعانت من التسويف لإطار مدة زمنية طويلة الذي يقضي بمعالجة بعض المطالب الخاصة بها والمتعلقة بالإطار. باسم المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بأسفي، أحيي جميع التنسيقيات والنقابات التي ساندتنا في الفصح عن هذا الملف المطلبي.
وأيضا أحيي جميع السيدات الإداريات في عيدهن الأممي وأقول لهن مزيدا من التألق، مزيدا من النجاح، مزيدا من النضال، ولنا محطات مقبلة إن شاء الله يومي 23 و25. نتمنى التوفيق للجميع وحظ موفق إن شاء الله. صامدات جمعية مناضلات، صامدات صامدات جمعية مناضلات، صامدات صامدات.